أنا كنت ذكرت قصة رجل أو شاب من أبنائنا وأولادنا في أمريكا. الشاب ده مغربي، شاب من أهل المغرب، أسأل الله أن يحفظ بلاد المغرب العربي وبلاد المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاب ده سبحان الله شاب مغربي فقير جدا جدا جدا، وبعدين زيارة وزيارة، فرجعت مرة أخرى بسأل فين يا ولاد فلان، شاب صغير 22 سنة 23 24 لا زيد، أيوة لا ما شاء الله يعني فلان ما شاء الله خير الحمد لله خير. قال لا ده بقى خلاص ملياردير. ملياردير ايه؟ خير خير. دخل مكان مقامرة ولا أمار؟ قال لا لا لا. ايه اللي حصل؟ سبحان الله، راكب في أسانسير في ناطحة من ناطحات السحاب في نيويورك، وقدر الله الأسانسير فيه ناس وبدأت ناس تنزل تنزل، فالمهم بقي في الأسانسير مع فتاة أمريكية جميلة جدا لعدة أدوار أو لعدة طوابق. الولد ناظر في الأرض سبحان الله، هو وهي فقط، لم ينظر إليها نظرة واحدة جميلة. وطبعا البنت معروف، البنت في أمريكا بتطلع وهي يعني نسيت تلبس، نسيت أن تلبس، فتنة شديدة وجمال، ولن ينظر لها أبدا. البنت بمجرد ما بقت وحدها مع هذا الفتى خافت، خافت من إيذائه بأي صورة من صور الإيذاء، لكن الولد لم ينظر، وهي تراقبه بعينها لم ينظر إليها أبدا، فتعجبت تعجبت. سبحان الله، بقرأ أنا الإحصائيات، فبيقولوا الإعلام في أمريكا بيقول إن بتحدث حالة اغتصاب في أمريكا كل 3 ثواني، فالجهات الرسمية أنكرت وقالوا لا ده كلام مبالغ فيه جدا. قالوا إيه مال الموضوع إيه؟ قالوا لا، حالة اغتصاب كل 6 ثواني. شكرين شكرين، يا سلام على العدل والإنصاف، ماشي كل 6 ثواني. فالبنت خايفة، خايفة جدا. المهم جاء طابق الأخ هينزل فيه، نزل، شغال في مكتب من المكاتب في شركة من الشركات، نزل، نزلت وراه استوقفته، قالت له، والولد يجيد الإنجليزية بفضل الله تبارك وتعالى، وجهه جميل منير، وجهه طاعة. فقالت له، هو أنا مش جميلة؟ قال لا ما أعرفش، أنا لم أنظر إليك. قالت ليش؟ ليه ما نظرتش إلي؟ هو أنا مش جميلة ولا إيه؟ قال لها، دين يحرم علي ذلك. سبحان الله. قالت ليه ما فكرتش تعتدي علي بقبلة أو باغتصاب أو بأي صورة من صور الاعتداء؟ أسأل الله أن يسترنا وإياكم، أن يستر نساءنا بناتنا. قال لا أعوذ بالله، أخاف الله. قالت أين الله؟ أين الله هذا الذي تخشاه وتخافه إلى هذا الحد؟ فبدأ يكلمها كلمات قليلة جدا. قالت دينك هذا الذي يمنعك من أن تنظر إلي نظرة لا يمكن على الإطلاق أن يسمح لك أن تفعل فعلا فيه أي لون من ألوان الإذاء. يا ريت بس الناس تفهم حقيقة الإسلام، الإسلام اللي بيتم بالتطرف والإرهاب والدماء. قالت له دينك هذا الذي يحرم عليك أن تنظر إلي نظرة لا يمكن أن يسمح لك أن تفعل فعلا فيه أي لون من ألوان الإذاء. قال نعم، وبين لها. فقالت له تقبل أن تتزوجني؟ قال أنا مسلم. ما دينك؟ قالت ليست مسلمة. قال لا يجوز. قالت أدخل دينك هذا، أدخل دينك وتتزوجني؟ قال نعم. ماذا تصنع؟ ماذا أفعل؟ قال افعلي كذا وكذا. وجعله الله سببا لإسلامها بعمل لا يخطر لنا على بال، غض بصره عما حرم الله، بس غض البصر. حد هيفكر من شبابنا في هذه؟ فقط